قاتل يختبئ تحت الأرض. إنه يعيش في هذا العالم حتى قبل أن يسمى البشر بشراً. يعرف باسم المقلد، فالقاتل يغير مظهره ليبدو وكأنه شيء آخر. يمكنه التأثير في أي عضو من الجسم ما دام ذلك العضو يحتوي على دماء. كشف هويته الحقيقية تحد يواجه علماء الطب في كل مكان. الأمر يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. هذه البكتيريا المميتة موجودة في 79 دولة، من ضمنها 34 دولة لم تسجل فيها حالة مرضية من هذا النوع من قبل، ولا تدرك هذه الدول الخطر الذي يحمله. إنه يشبه قنبلة موقوتة. هذا القاتل الصامت خطير جداً، ويمكن استخدامه كسلاح بيولوجي. يمكن للشخص أن يشتد مرضه بعد 24 ساعة من الإصابة، وربما يموت بعد 48 ساعة. اسم القاتل الراعوم. إنه في كل مكان، يحيط بنا من كل جانب، وهو موجود منذ آلاف السنين. إنها مشكلة صحية أكبر مما يتخيل الناس. بالصدفة البحتة أصبح قادراً على إصابة البشر والحيوانات، وليس من المفروض أن يعيش فيهما، فهو يعيش في التربة. يعتقد أن أحد موظفي غابة تيناغا الوطنية غرق أثناء استحمامه في البحيرة، وبعد يومين من البحث لم يعثر عليه. في الغابة الترفيهية الوطنية على بعد 150 كيلومترا من كوالالمبور، اختفى موظف بينما كان يسبح في نهر محلي ويعتقد أنه غرق. انطلق 153 منقذاً وبعض المتطوعين المحليين والموظفين هناك للبحث عنه. خلال الأيام الخمسة التالية بحث المنقذون في النهر وعلى ضفافه عن الرجل المفقود. سبحوا في النهر وغاصوا فيه وأكلوا وشربوا بجانب النهر. لم تكن لديهم فكرة أنهم وقعوهم أنفسهم في فخ قاتل. لا أعتقد أنهم ارتدوا أي نوع من المعدات الوقائية، لم يرتدوا الأقنعة. في اليوم الخامس اكتشف المنقذون الجثة، وكان ذلك مفجعاً لعائلته، لكن المأساة ازدادت سوءاً. ففي اليوم التالي بدأ بعض المنقذين يشعرون بأعراض المرض، تم نقلهم إلى مستشفى قريب. وفيما تم إدخال بعضهم، عاد البعض الآخر إلى منازلهم لأن الأعراض لم تكن تستدعي الإقامة في المستشفى. المريض الأول كان ضمن فريق الإنقاذ وكان في الموقع، وبعد 24 ساعة أصيب بحمى وشعر بالمرض، فعاد إلى المنزل، ثم ذهب للأطباء طلباً للمساعدة، لكنهم اعتقدوا أنها إصابة فيروسية، بكتيريا تسمم غذائي، ووصفوا له بعض العقاقير، لكنه توفي في المنزل بعد 24 ساعة من الإصابة. اشتكى المنقذون المرضى من الحمى وألم في العضلات والمفاصل ومن الجفاف. الأطباء يتبعون الإجراءات المعتادة، فعندما لا يعرفون سبب المرض يعالجون الأعراض. نحن لا نعرف البكتيريا أو الفيروس الذي يسبب الإصابة، وسنجري كل الفحوص اللازمة لمعرفة ما الذي يشكو منه هذا المريض. بسبب الحرارة المرتفعة وألام المفاصل، تم فحص البعض للاشتباه بإصابتهم بحمى الضنك والملاريا، لكن الفحوص كانت سلبية. لم تنجح العلاجات التي جربها الأطباء، ومن ثم بدأ المرضى بالاحتضار. مع حلول 7 يوليو من عام 2010 وبعد 6 أيام من أول دخول، مات 4 من 9 مرضى. حينها أدرك الأطباء أن هناك شيئاً أكبر من مرض بسيط يهاجم الناس. أجرى أحد الأطباء مكالمة طارئة. اتصل بكبير الأطباء في الدولة. حينها أدركنا أن هذه حالة انتشار. لكن انتشار لماذا؟ كل من أدخلوا إلى المستشفى ساهموا في مهمة إنقاذ لوبوكيو. كان هذا اكتشافاً مقلقاً. كان المجتمع يطالب بأجوبة،
وفحوص الدم أثبتت أن بعض المرضى مصابون بالبريميات، وهو مرض تسببه بكتيريا تسمى بالبكتيريا اللولبية النحيلة. يمكن للبريميات أن تسبب كل شيء، بدءاً من الفشل الكلوي وحتى التهاب الدماغ وفشل الكبد وربما الموت أيضاً. البكتيريا تنتقل عن طريق الحيوانات وتحديداً الفئران. كانت لوبوكيو محمية الغابة الترفيهية مكاناً مثالياً لانتشار القوارض والبريميات. يبدو هذا منطقياً للأطباء. كان هناك الكثير من الفئران، ولم تكن الحمامات نظيفة جداً. كان هناك الكثير من الطعام الذي يتركه الناس وراءهم، وهذا ما جاء بالفئران إلى هنا، وربما كان هذا ما سبب انتشار البريميات في تلك المنطقة. بعد اعتقادهم أنهم حلوا اللغز، تم علاج المرضى من البريميات، لكن الأطباء صدموا عندما مات المزيد من المرضى، وهذه المرة ربما كان السبب هو الالتهاب الرئوي. تعتقد السلطات الآن أن غابة لوبوكيو الترفيهية تملك تفسيرات للوفيات الغامضة. انطلق فريق بحث طبي من قسم باناغ الصحي إلى لوبوكيو لجمع عينات من التربة والماء من المنطقة التي تجول فيها المنقذون وسبحوا وأكلوا وشربوا. تم نقل العينات إلى المختبر للفحص، حيث تم التوصل إلى اكتشافات محيرة جداً. فبالإضافة إلى البريميات، أظهرت نتائج المختبر آثاراً لمرض هاجع لكنه قاتل لا يعرفه الكثير من الخبراء في الطب، وهو الرعوم. هناك الكثير من الأمثلة التي تم فيها تشخيص الرعوم على يد أطباء وخبراء ومختبرات مشهورة، لذا إن لم تكن تتوقع شيئاً ولم تره من قبل ولم تسمع به أيضاً ولم تدرك أنه موجود، فلن يكون بإمكانك بالضرورة معرفته، لن تميزه سريرياً، لن تتعرف على هذا الكائن الحي. الرعوم مرض خطير جداً وقاتل مخيف يخرج من تحت الأرض ليهاجم ضحاياه. تفضل البكتيريا المسببة له وهي اللولبية النحيلة النوم في التربة، وحالما تمتزج بالهواء والماء يصبح من الممكن استنشاقها فتقتل ضحاياها خلال أيام أو حتى ساعات. يحدث هذا لأنها تملك مجموعة من الأسلحة إنجاز التعبير، وهذا يمكنها من التسبب بالمرض لدى البشر، لكننا لا نعرف ما سبب ذلك بعد. أحد تفسيرات انتشارها في لوبوكيو هو قدرة البكتيريا على التحول إلى رذاذ يتألف من مزيج من جزيئات التربة الحاضنة للبكتيريا مع الماء والهواء. ومن المذهل أن المطر المتساقط على الأرض أو على الماء ينتج مزيجاً يمكن استنشاقه، حيث ينتشر هذا الكائن الحي على شكل رذاذ أو قطرات صغيرة في الهواء يمكن استنشاقها فتسبب العدوى بهذه الطريقة. كانت تمطر بغزارة ليومين من أصل 5 أيام، وكانت الرياح قوية أيضاً، وربما كان هذا سبب الإصابة. بعد إصابة 153 منقذاً ووفاة 8 منهم، وضعت مأساة لوبوكيو في ماليزيا مرض الرعوم على الخريطة. وأعتقد أن هذا المرض ليس شائعاً، لم يكتشف ولم يكن شائعاً. حادثة لوبوكيو جعلت المزيد من الأطباء يدركون حجم قدرات الرعوم، لكن حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح له ولا خطط للقضاء عليه. قاتل صامت يختبئ تحت الأرض ينتظر ليضرب ضربته، يستهدف المزارعين والأطفال الحفاة والبستانيين الهواة وكل من يلمس التربة. يمكنه إصابتنا من خلال جرح في الجلد، أو من خلال الهواء الذي نتنفسه، أو من خلال الماء أو الطعام الذي نتناوله. ما زال مرض الرعوم الخطير الذي يسببه هذا الكائن الحي غامضاً. أخذت طبيبة على عاتقها حل لغز الرعوم، وهي الدكتورة يوانا بودن. إنها عالمة ميكروبات في جامعة ساراواك في ماليزيا، ومتخصصة في البكتيريا التي تسبب الرعوم.
انطلقت الطبيبة بودن إلى منطقة كابيت في سراواك في ماليزيا لدراسة حالة جديدة من الرعوم تم اكتشافها في بلدة إيبان. هدفها هو تتبع مصدر الإصابة. ما نراه في الواقع هو غيض من فيض. لسنا واثقين من أرقام الحالات الدقيقة التي نشاهدها في هذه المنطقة أو في أي مناطق أخرى. يمكن للرعوم أن يهاجم أي شخص، لكن المصابين بالسكري أو الكلى أو الكبد أو أمراض الرئة أو أمراض المناعة أو من يتناولون الكثير من الكحول هم الأكثر عرضة للإصابة به. مريضة الرعوم هذه تبلغ من العمر 55 عاماً وهي مصابة بالمرض ولديها حصن في الكلية. أول شيء نقوم به هو مقابلة المريض، وإن لم يكن المريض موجوداً نقابل أفراد العائلة، ومن ثم نبدأ بأخذ عينات من المناطق التي نشتبه بأننا سنجد البكتيريا فيها. تتبع الفريق أنشطة المريضة في أرجاء المنزل وبدأ بجمع العينات. تفضل البكتيريا نوعاً معيناً من التربة ونوعاً معيناً من الظروف مقارنة بغيرها، لذا الخيارات عديدة جداً. الأمر المعقد جداً عندما نريد دراسة العلاقة بين البكتيريا والبيئة، لأن علينا أن نأخذ كل العوامل بعين الاعتبار. الطبيبة بودن واحدة من بعض العلماء الذين كرسوا عملهم لدراسة المرض منذ اكتشافه قبل قرن من الزمن. في عام 1911 باشر طبيبان يعملان في الخدمات الطبية الهندية إجراء تشريح لجثة مريض متشرد ومدمن على المورفين. عندما بدأ التشريح لاحظ الطبيبان ألفريد ويتمر الذي كان حينها عالم أمراض في مستشفى رانجون العام وسي إس كريشنا سوامي وجود أثار لما بدا وكأنه مرض معروف في ذلك الحين، مرض يصيب عادة الخيول وغيرها من الحيوانات الخيلية مثل الحمير ولا يصيب البشر. أذهل الاكتشاف الطبيبين، وفي العام التالي كتب ويتمر عن ذلك في المجلة الطبية الهندية. يعتقد ويتمور أنه اكتشف مرضاً جديداً. ما وصفه ويتمور هو مرض عرفه بأنه شبيه جداً بداء الخيل. في البداية عرف المرض باسم مرض ويتمور، لكن وبسبب شبهه الكبير بداء الخيل أعاد العالمان إيميل روز ستانتون وجون فلكتشر من معهد الأبحاث الطبية في كوالالمبور تسمية المرض الموجود في الخيول والحمير عام 1921. أطلقوا عليه اسم الرعام المشتقة من الإفريقية والذي يعني السمة المميزة لداء الخيول. بعد تسميته اكتشف العلماء شيئا فشيئا المزيد عن هذا التهديد. أصله بكتيريا تعيش منذ قرون، تعيش تحت الأرض وهي غير مؤذية في حال عدم إزعاجها. هناك أطياف متعددة لهذه البكتيريا وتعيش في البيئة لفترة طويلة جداً ويمكنها دخول جسم الإنسان. لدينا الكثير من المشاكل لدراستها وللتعرف على هذا الكائن الحي. يصعب جداً علاج هذا الكائن. في التسعينيات فقط ومع تقدم دراسات في مجال الحمض النووي والمورثات تمكن العلماء من رؤية هذه المخلوقات المجهرية عن قرب. وأخيراً في عام 1993 تم إطلاق اسم جديد على البكتيريا وهو الرعوم، الاسم الذي بقي إلى اليوم. ثبت أن نظرية الطبيب ويتمور قبل ثمانية عقود صحيحة عندما قال إن بكتيريا داء الخيل شبيهة بتلك التي تسبب هذا المرض. كان هذا ينم عن بصيرة نافذة، فاليوم ومع كل التقنيات الحديثة في مجال المورثات عرفنا أن الكائن الحي الذي يسبب داء الخيل والذي نطلق عليه اليوم اسم الرعوم عبارة عن نسخة مطابقة منه. في كل عام يصاب 165 ألف شخص في كل أنحاء العالم بالرعوم، فيما يموت 89 ألفاً بسببه، معظمهم من المزارعين.
إنه مرض يصيب الفقراء في المناطق الريفية، وهم الأقل قدرة على الاستفادة من خدمات مختبر متطور لتشخيصهم. عدم الذهاب إلى المختبر يعني أن نصف المصابين يموتون خلال أيام أو أسابيع، وأحياناً خلال 24 ساعة فقط من الإصابة. يمكنه أن يستقر في أي جزء من الجسم وينتشر عبر مجرى الدم إلى الدماغ والكبد ومن الجلد إلى الرئتين وأيضاً إلى الطحال وإلى غدة البروستاتا لدى الرجال، وفي كل هذه الأعضاء يمكنه أن يبني مستعمرات يمكن للبكتيريا أن تتكاثر فيها، فيما لا يستطيع جهاز المناعة في الجسم التصدي لها. يمكن أن يحدث أي من هذا أو كله، وأحياناً قد تظل الإصابة في مجرى الدم دون أن تنتقل إلى أي عضو محدد. يواجه الأطباء تحديين كبيرين فيما يتعلق بالرعوم، فهو قادر على إصابة أي عضو في الجسم، كما أن أعراضه قد تشبه أعراض الكثير من الأمراض الأخرى. يبدو مشابهاً للعديد من أمراض العالم، فإن رافقته حمى فقد يبدو كالملاريا أو حمى الضنك أو أي بكتيريا أخرى، وإن كان مع التهاب رئوي فقد يبدو مثل السارس أو العقدية الرئوية. ربما يصابون بالسعال والحمى والتعرق الليلي وخسارة الوزن، وربما كان سعالاً يرافقه دم. قد يبدو كثيراً وكأنه مرض السل، وهذا أمهر تقليد للسل شاهدناه قط. هذا المريض الذي ليس لديه تجويف في رئتيه مصاب بالسل، فيما يعاني المريض الآخر من الرعوم. يمكن أن يبدو هذان المرضان متشابهان جداً للأطباء إلا إن استعانوا بالمختبر لإجراء التشخيص. إنه يقلد الأمراض الأخرى ليس عمداً، لكن هذا يندرج تحت مواصفات المرض. بسبب هذه القدرة الفريدة يطلق على الرعوم اسم المقلد العظيم. يجعل الرعوم الماهر في التخفي من الصعب على الأطباء وصف العلاج الصحيح، فإن لم يتم التعرف على المرض فلن يكون من الممكن تشخيصه، ويمكن لخطأ في التشخيص أن يكون قاتلاً. تتألف الأرض من 148 مليون كيلومتر مربع من اليابسة، تسير عليها 14 مليار قدم بشرية كل يوم. لكن على عمق 10 سنتيمترات فقط تحت سطحها يعيش مخلوق صغير يسمى الرعوم، على شكل بكتيريا هاجعة وغير مؤذية في ظاهرها. عندما يحدث تواصل بشري معها تتحول إلى بكتيريا قاتلة تعيش تحت أقدامنا مباشرة. إنها موجودة في العالم منذ فترة تتراوح ما بين 100,000 إلى أكثر من مليون عام، لا نعرف بالضبط، لكننا نعرف أنها بكتيريا قديمة جداً. مع الوقت طورت مهارات بقاء فريدة. يمكنني القول إنها بكتيريا قوية، بكتيريا قوية جداً. عليها أن تجتاز الظروف البيئية القاسية، وعليها محاربة جميع أنواع البكتيريا الأخرى، ولهذا طورت نفسها لتصبح قوية جداً. إحدى طرق تطور الرعوم فريدة جداً، فهي تتألف من كروموسومين اثنين بدلاً من واحد كالمعتاد، وفي كل كروموسوم ضعف كمية الحمض النووي الطبيعية الموجودة في البكتيريا الأخرى. العاملون على دراسة الرعوم كانوا متحمسين جداً بشأنه، لأنهم يقولون إنه يملك أكثر الجينومات التي رأوها في حياتهم إثارة على الإطلاق للبكتيريا كروموسومان، وهذا غير عادي. من الناحية الوراثية يميل الرعوم لتبادل مواده الوراثية مع أنواع البكتيريا الأخرى والسلالات الأخرى، وهي تحب التحدث فيما بينها وتقارن مواصفاتها وتقول إن تلك المواصفات مناسبة لي مثلاً. وهكذا يحتوي المرض على مجموعة كاملة من المورثات التي يمكنه تبادلها بحسب الظروف المحيطة. يتحول هذا الكائن الحي المرن جداً إلى تهديد عندما يتواصل البشر معه، ويمكن لهذا أن يحدث بسهولة في المناخات الاستوائية. لا يقبع مترصداً للانقضاض، فهو ليس مفترساً، ما يريد فعله هو أن يقبع بهدوء في البيئة
لا يريد أن يسبب المرض للبشر ومزارعي الأرز، لكنه يملك مجموعة من المورثات التي تعني أنه إن دخل البيئة من الطريق الصحيح وبالكمية الصحيحة فقد يفعل هذا. الظروف المثالية شائعة في المناطق الاستوائية، وخلال المطر الغزير تنجرف التربة السطحية، ما قد يجعل البكتيريا أقرب للسطح. وعندما يسير شخص دون انتباه حافي القدمين فوق البكتيريا، فمن السهل عليها دخول جسمه عبر شق أو خدج. هذا ما يجعل الرعوم متفشياً في دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند واللاوس، وخاصة بين مزارعي الأرز. يدخل الناس إلى الحقول ويخوضون في الطين ويزرعون الأرز ويحصدونه لاحقاً، ويتعرضون لهذا الكائن الحي عبر الجلد. لكن ورغم خطورتها، تبقى لهذه البكتيريا حدود. ما لا يمكنها فعله والحمد لله هو شيء ما زلنا لا نفهمه جيدا، هو الانتقال من شخص إلى آخر، أو من حيوان مصاب إلى إنسان، أو العكس. ولسوء الحظ قد تقتل مضيفها وتموت معه هي الأخرى، لأنها لم تنتقل من ذاك الشخص إلى أي شيء آخر، لذا تمثل هذه نهايتها، لكنها لا تدرك ذلك عندما تدخل جسم الإنسان. بعض من تعرضوا لهذه البكتيريا لم يصابوا بالرعوم قط. ربما أنتجوا أجساماً مضادة لكنهم لم يصابوا بالمرض. يبدو أن نظام المناعة يتطور أحياناً، وأحد الأمثلة هو ولاية باهانغ في ماليزيا. يملك أكثر من 50% من السكان البالغين في باهانغ مصلاً إيجابياً، وهذا يعني أنهم أصيبوا بالمرض من قبل، وربما عانوا من أعراض لكنها لم تكن سيئة جداً. الأشخاص الأصحاء قادرون على مواجهة جرعة معقولة من هذه البكتيريا عبر الجلد أو عبر الاستنشاق في الرئتين، وحينها تخسر البكتيريا المعركة. قد يحتفظ الإنسان السليم بالبكتيريا في جسمه، لكن أحياناً يمكن لهذا الكائن الحي أن يبقى هاجعاً لأيام وأسابيع وحتى أشهر. في بعض الظروف الاستثنائية يختبئ المرض لسنوات قبل أن يعاود الظهور. لديه القدرة على ما يسمى بالكمون، بحيث يمكنه الاختباء في الجسم، وبعد سنوات عدة ينشط ويسبب المرض لهؤلاء الناس. خلال حرب فيتنام كانت هناك الكثير من الجيوش الأمريكية التي تحارب في فيتنام، والتي ربما تعرضت للبكتيريا في البيئات التي كانت المروحيات تهبط فيها فوق حقول الأرز، والتي كانت البكتيريا منتشرة فيها في الجو. وهذا ما أوجد مصطلح القنبلة الفيتنامية الموقوتة، حيث بقيت الجيوش في المنطقة الموبوءة لفترة قصيرة وعادت إلى المنطقة الخالية من المرض. وقع حوالي 200 جندي أمريكي ضحية لقنبلة فيتنام الموقوتة، وعانوا من الرعوم لعقود من الزمن بعد عودتهم من الحرب. أطول فترة موثقة في العالم تم نشرها كانت خلال العقد الأخير أو ما شابه ربما، وكانت لسجين في الحرب العالمية الثانية، عاد من مخيمات الاعتقال في بورما وتايلاند إلى الولايات المتحدة، وبعد 62 عاماً أصيب بالرعوم، حيث نشط المرض الذي كان يحمله منذ أن كان سجيناً في الحرب العالمية الثانية. يعتقد العلماء أن نظام المناعة الذي يضعف مع تقدم العمر يسبب انفجار القنبلة الموقوتة بقوة مميتة. بعد 40 عاماً أخرى، عندما يصبح البعض بدناء ويصابون بالسكري، ترى البكتيريا أن الوقت قد حان لقتل هذا الشخص. يهجم الرعوم عندما يصبح نظام المناعة ضعيفاً، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من السكري. المرضى القدامى ناقصو المناعة أو المصابون بالسكري أو غيره لا يستطيعون مقاومة هذا الكائن الحي بالكامل، فالخلايا الأكولة لديهم وكريات الدم البيضاء تكون ضعيفة ولا يمكنها مكافحته، لذا يستقر الكائن الحي هناك. أطول أنهار الهند الصينية ميكونغ يفصل بين لاوس وتايلاند. على الجانب التايلاندي تقع أبون راشتاني، وهي منطقة كبيرة في الشمال الشرقي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بالرعوم في البلاد. يعاني العديد من المزارعين في هذه المنطقة من عامل خطير مشترك، وهو السكري.
يعالج مستشفى ساباسيت براسونغ حوالي 400 مريض مصاب بالرعوم في العام، معظمهم من المزارعين. رغم انتشاره بين الناس، إلا أن العديد من مرضى الرعوم لا يأخذون المرض أو العلاج على محمل الجد، ولا يهتمون كثيراً بتناول المضادات الحيوية. لكن حتى لو تناولوا الكمية المطلوبة من العلاج، فإن بعض الحالات تشهد انتكاسة، فيما يصاب آخرون بالمرض مجدداً. يمكن للانتكاسة أن تفضي إلى الوفاة. في نظامنا المناعي، غالباً ما تغلف كريات الدم البيضاء البكتيريا في الدم، ويمكنها أيضاً قتل البكتيريا العادية بكل سهولة. لكن بالنسبة لبكتيريا الرعوم، هناك آلية مختلفة تتبعها لمواجهة هذا الكائن القاتل، فهي تلجأ لتغليف البكتيريا بالمستضادات التي تحميها من البيئة المحيطة. وهكذا يمكن للبكتيريا أن تعيش وتتكاثر، ويمكنها الانتقال أيضاً إلى خلية أخرى. الرعوم لا يرحم، فعندما يهاجم نظام المناعة لا يترك في الغالب فرصة للنجاة. بسبب شدة الإصابة وبسبب المعركة الطاحنة بين البكتيريا ونظام المناعة لدى هؤلاء الناس، تكون الغلبة في النهاية للبكتيريا. الأمر المؤكد هو أنه عندما يدخل مجرى الدم، فبإمكان الرعوم أن يقتل الشخص بسرعة كبيرة. فلنقل إنه إن دخل مجرى الدم، فقد يسبب ما نعرفه باسم تسمم الدم، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية، وقد يؤدي إلى فشل في كل أعضاء الجسم، وهذا ما نسميه بالصدمة الإنتانية، وهي السبب عادة في وفاة مرضى الرعوم. تايلاند هي الدولة الأولى في العالم في عدد الإصابات، حيث يزيد عدد الإصابات فيها عن 2000 حالة في العام. يموت حوالي نصفهم بسبب المرض. نلاحظ أن نسبة الوفاة عند الإصابة بالمرض للمرة الأولى في تايلاند تكون بحدود 40%. الأمر يشبه المراهنة، إما الموت أو النجاة. وإن أصبت بانتكاسة مجدداً، فلديك فرصة أخرى بنسبة 40% للموت. ربما كانت الطبيعة القاتلة للرعوم هي ما يجعله المرشح الأول ليستخدم كسلاح في الحرب البيولوجية. يمكنه أن يقتل بسرعة خلال 24 إلى 48 ساعة. إنه يفترس غالباً الضعفاء ممن لا يتمتعون بنظام مناعة قوي، ويكون مميتاً جداً عندما يتأخر التشخيص وتقديم العلاج المناسب. الأسوأ من هذا هو أن نسبة الوفيات فيه عالية، وتتراوح ما بين 40 إلى 70% في بعض الأماكن التي تفتقر لمعدات التشخيص المختبرية المناسبة. الرعوم مرض مبرمج حقاً للقتل. لهذه البكتيريا كروموسومين، وفي هذين الكروموسومين هناك العديد من المورثات المهمة للتكيف، لذا يمكن لهذه البكتيريا أن تعيش في أي بيئة. يحتوي الكروموسوم على مورثات مزودة بمضادات حيوية مقاومة، لذا يكون مقاوماً لعدة أنواع من المضادات الحيوية حتى قبل أن يصيب المريض. التحدي هنا هو كيفية علاج المريض وكيفية منع المرض من التكيف. ارتفاع نسبة الوفيات سببه المرض، وهو أمر لم يكن معروفاً، وهذا ما جعل الناس يهتمون كثيراً بهذه البكتيريا. لكن بالإضافة إلى هذا، لا تستجيب البكتيريا للمضادات الحيوية التقليدية التي تستخدم لعلاج الأمراض العادية، وخاصة المضادات الحيوية الخاصة بالالتهاب الرئوي. ساهمت هذه الصفات الشرسة في الرعوم في جذب انتباه الجنود في الماضي والحاضر، فحتى في العصور القديمة تم استخدام داء الخيل، وهو أقرب الأمراض للرعوم، كنوع مبكر من الأسلحة البيولوجية. استخدم الجيش الألماني هذه البكتيريا لإصابة الجياد المستخدمة من قبل الحلفاء وقتلها. وفي الحرب العالمية الثانية اختبر اليابانيون داء الخيل لاستخدامه كسلاح بيولوجي. عملت وحدة مشهورة من الباحثين اليابانيين تسمى الوحدة 731 على داء الخيل لتجعل منه سلاحاً، وأصابت به بعض الأشخاص من السجناء وعلى الحيوانات،
أصابتهم به عمدا لمعرفة تأثيراته وتاريخه الطبيعي. ما يخشى اليوم هو أن يستخدم الإرهابيون البكتيريا الشبيهة بداء الخيل وهي بكتيريا الرعوم كسلاح بيولوجي. السبب في توقع استخدام بكتيريا الرعوم كسلاح بيولوجي هو قدرة البكتيريا على الانتقال في الجو، فهي لا تنتج جراثيم بل يمكنها الانتقال جواً ويمكن نقلها عبر الهواء. من السهل جداً الإصابة بها وانتشارها إلى شخص آخر، سهل جداً. السيناريو الذي يتحدث عنه الناس هو أنه من الممكن لطائرة ترش المحاصيل أن تنشر البكتيريا في الجو، وهذا هو الخوف نفسه الذي راود العلماء عندما ظهرت جرثومة الجمرة الخبيثة. لكن البكتيريا المحمولة جواً تدخل عن طريق مجرى التنفس، وهذه طريقة إصابة أخطر بكثير من الإصابة عبر الجلد، لأنه يشكل تهديداً مميتاً بشكله المنقول جواً. تستخدم وحدة معهد أكسفورد للأبحاث في بانكوك مختبراً خاصاً لدراسة البكتيريا. إنه موجود خلف هذا الباب ومكتوب عليه معد من الدرجة الثالثة بمعية بكتيريا قاتلة أخرى معروفة كالجمرة الخبيثة والسارس وكورونا. الرعوم سلاح بيولوجي محتمل أو مصدر إرهاب بيولوجي، ولهذا السبب علينا أن نكون شديدي الحرص في مسألة التخزين والطريقة التي نتعامل بها مع هذا المرض، وأيضاً الحرص على عدم وجود طريقة لخروج البكتيريا من هذا المختبر. الطبيب ستيوارت بلاكس المسؤول عن كل عناصر السلامة والأمن في المختبر. الأمراض التي نعمل عليها في المستوى الثالث في المختبر قادرة على الانتقال من خلال الاستنشاق، وتعرف أيضاً بأنها من الأمراض التنفسية، وبعض هذه الأمراض يمكن أن تكون مصدر إرهاب بيولوجي، وهذا مقلق جداً للمجتمع وللحكومات. يعتقد أن بعض الدول درست الاستخدامات العسكرية للرعوم، ما أدى إلى تصنيف بكتيريا الرعوم كسلاح بيولوجي من الدرجة الثانية. لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن الرعوم تهديد بيولوجي عالمي للبشر حتى دون استخدامه كسلاح. أعتقد أن هذا هو أقل مخاوفنا، والحقيقة هي أن هذا يمثل مشكلة صحية عامة خطيرة، بغض النظر عن الخطورة المستقبلية التي قد تكون حقيقية أو غير حقيقية. لماذا لم نستحوذ على اهتمام العموم أو اهتمام المختصين في الطب وصناع السياسة والسياسيين؟ قررت CDC تصنيف هذا المرض كسلاح حيوي، لكن في المناطق الموبوءة كل ما عليك فعله هو السير في الحقول والتعرض لخدش أو جرح ليدخل الكائن الحي في جسمك. في شمال أستراليا لا يصيب الرعوم مزارعي حقول الأرز فحسب، بل والسكان العاديين الذين يتجولون في مزارعهم. كانوا يطلقون عليه اسم مرض التربة، وهو الرعوم نفسه، لكنهم يطلقون عليه اسم مرض التربة وأحياناً حشرة التربة. مارك مايو باحث يعمل في كلية مينيزيس لأبحاث الصحة الاستوائية في داروين. اكتشفنا وجوده في الحدائق وفي ساحات المدارس وفي مناطق أخرى يتجمع فيها السكان. ظهرت أولى حالات الإصابة بالرعوم في أستراليا في أواخر الثمانينيات، حيث مات حوالي نصف المرضى المصابين. منذ ذلك الحين سجلت أكثر من 950 حالة والأرقام في تزايد. في الموسم المطير عندما تتوفر كل العناصر الغذائية بسبب المطر والنيتروجين، يزدهر المرض ويصبح أكثر انتشاراً في بيئتنا. لكن هناك عدة عوامل في المنطقة تصارع الرعوم. نحن محظوظون في المنطقة الشمالية لأن الحكومة هنا تنظر إليه كمرض خطير، لذا حظي بالاهتمام ويعمل الأطباء على دراسته. بالإضافة إلى تتبع الحذر للمرض، تتوفر للأطباء هنا أداة هامة وهي نظام اختبارات الرصد السريع التي يمكن أن تؤكد وجود المرض خلال دقائق بدلاً من أيام.
يمكن للتشخيص أن يكون مجالاً محبطاً، فقد يستغرق ظهور التشخيص يومين أو ثلاثة أيام. لذا المثير هو أننا عندما نعمل على التشخيص السريع الذي ربما سمعتم به، فسنحصل على تشخيص سريري لما نسميه اختبار تشخيص الرعاية، حيث نأخذ خزعة أو عينة من لعاب أو دم أو بول أو صديد في أنبوب اختبار صغير ونخلطه بمادة سحرية فنحصل على نتيجة، وحينها نميز الرعوم من الإنفلونزا أو غيرهما من الأمراض. هذه المرحلة من التشخيص تفضي إلى الاكتشاف الأهم. التشخيص السريع والدقيق يعني العلاج المناسب والنتائج الأفضل. شهد شمال أستراليا تراجعاً في نسب الوفيات بالرعوم من 50% إلى 10%، لكن ماذا عن الدول التي لا تملك مثل هذه الأدوات؟ نحن نأمل في إبقاء نسبة الوفيات عند 10% من خلال التشخيص الجيد والسريع والوصول إلى أفضل المضادات الحيوية والرعاية المكثفة الجيدة، لكن هذا العلاج الأول في العالم والحديث جداً يتطلب موارد وأدوات. في الأماكن المكتظة الرعوم منتشر كثيراً، لكنهم لا يملكون الموارد والأدوات للتشخيص ليتمكنوا من علاجه وتقليل الوفيات. لكن ما يتوقعونه هو أن هناك عشرات الآلاف من الحالات التي لم يتم تشخيصها، وحالات وفاة في الهند وإندونيسيا ونيجيريا، الدول الثلاث الكبيرة. قد يبلغ عدد المصابين بالرعوم 165 ألف شخص في كل أنحاء العالم، كلهم في المناطق الاستوائية، وهذا الرقم أكبر من أي رقم تحدث عنه أحد حتى يومنا هذا. مع ازدياد حالات الإصابة في العالم، يبدو أن الرعوم يتحرك ولا شيء يوقفه. البكتيريا المسببة للرعوم موجودة تحت الأرض، لكن إن امتزجت بالماء والهواء تنتقل جواً ويستنشقها البشر. هناك عدة أمثلة في أستراليا وفي سنغافورة وفي تايوان، حيث أدت الأعاصير والعواصف إلى أعداد أكبر من حالات الإصابة بالرعوم، وبعد العاصفة مباشرة، ربما بسبب تناثر هذه الجزيئات التي كنت أتحدث عنها في الجو واستنشاق الناس لها. قدرته على الانتقال جواً تجعله مرشحاً قوياً ليتطور إلى سلاح بيولوجي، لكنه مرض قاتل في كل أنحاء العالم. يمكنه أن يدخل الجسم عند شرب مياه غير نظيفة أو تناول طعام ملوث أو عبر جرح أو خدش، خلال الفلاحة أو العمل في الحديقة أو عند استنشاقه من الرياح. يتم العثور باستمرار على البكتيريا في المزيد من الأماكن. تظهر هذه الخريطة المدى العالمي للرعوم. هناك حالات موثقة للمرض بدءاً من شمال أستراليا وحتى جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأجزاء من إفريقيا. خلال انتشار المرض في البرازيل عام 2003 مات 3 أطفال ونجت طفلة واحدة بعدما كانوا يلعبون بجانب أحد السدود. هذا ما أثار انتباه الدولة للمرض. لسنوات عديدة لم يكن أحد يعرف عن وجود الرعوم في البرازيل. الفتاة الصغيرة التي نجت أصبحت أماً الآن، ومن الواضح أنها لن تترك أطفالها يفعلون ما فعلته. في كانون الثاني يناير من عام 2016 نشر فريق من العلماء نموذجاً يعتمد على الحاسوب لتوقع المكان الذي سينتشر فيه الرعوم في المرة القادمة والتعرف على الدول التي ينتشر فيها المرض، لكن هذه الأخيرة لم تعطيه الاهتمام الكافي. أعتقد أن العدد الأكبر موجود في الهند وأندونيسيا وبنغلاديش بلا شك. نحن نتوقع من خلال النموذج أن الحالات غير المشخصة ستكون عالية جدا. كل المؤشرات تشير إلى انتشار عالمي للمرض في المستقبل. نحن نعيش في عالم يتغير باستمرار، وأعتقد أن الجميع متفقون على أننا نشهد تغيراً مناخياً، ما سيجعل بعض الأماكن التي كانت غير مناسبة لانتشار الرعوم قابلة لاستقباله. هناك رابط لا يمكن إنكاره بين الرعوم والماء والتربة، والتغير المناخي يجعل من التربة مرتعاً خصباً جداً لهذا المرض.
لكن العقبات التي تواجه مكافحة انتشار المرض ما زالت موجودة. من الصعب جداً رفع الوعي العام ومحاولة تغيير سلوك الناس وتوعيتهم بوجود مرض قاتل يسمى الراعوم يقتل الكثيرين، وإقناعهم بارتداء الأحذية في حقول الأرز. هناك الكثير من المرضى ممن يسألوننا عما إن كان مميتاً حقاً، وإن كان فعلاً يقتل أكثر من 1000 تايلاندي في العام، وعن سبب عدم رؤيتهم لهذا على شاشة التلفزيون. خلال الانتشار الأخير لمرض الحصبة أو سارس أو الإيبولا أو حتى الكوليرا أو التيفويد، تتدخل وزارة الصحة وتجري دراسات وتطلب معرفة ما يجري بسرعة. لا يحدث شيء كهذا هنا، فهذا الكائن الحي لا يمنحنا الوقت، إنه يضرب بشكل متقطع، لذا لا توجد حالة طوارئ. لم يكن أحد مهتماً، ولم تكن نسبة الوفيات معروفة جيداً. حتى بعد قرن من اكتشاف المرض، ما زالت العديد من الدول التي ينتشر فيها الرعوم لا تمتلك أدوات اختبار وتشخيص مناسبة للمرض. إنها أبعد ما تكون عن الكمال. لا توجد أي أداة سحرية كاختبارات الحمل التي يمكن إجراؤها من خلال البول أو الدم للحصول على النتيجة الدقيقة. لسوء الحظ، لن يكون الأمر سهلاً وسيستغرق وقتاً. عندما لا يجري تشخيص أو يتأخر، يموت الناس. حتى مع توفر مرافق لزراعة البكتيريا، إلا أن الرعوم يموت بسرعة خلال يوم أو يومين، والموتى لا يفصحون عن شيء. عندما يصعب تشخيصه، ينخفض الوعي العام أو يكاد ينعدم. في بعض المناطق التي ارتفع فيها وعي الناس، كانت النتائج مبهرة. سنبقى مهددين دائماً بالمخاطر، علينا أن نتعلم كيف نتعامل ونتعايش مع هذه المخاطر. إجراءات بسيطة كالأحذية والقفازات ومعرفة عوامل الخطورة، كلها تحدث فرقاً كبيراً. يبدو أن سكان هامتي دو في داروين في أستراليا يتعايشون مع وجود بكتيريا الرعوم في منطقتهم. أعتقد أن الناس تقبلوا وجوده كجزء من بيئتهم، فنحن نعيش في المنطقة الشمالية، ولدينا قناديل البحر والتماسيح والعناكب والأفاعي هنا. لا يفزعون، بل يتقبلون وجود بكتيريا مدارية ويتعايشون معها، ولا أحد يفزع من ذلك، وهذا ممتاز. عثرت غليندا هارينغتون، وهي أيضاً باحثة في كلية مانزيس لأبحاث الصحة الاستوائية، على مستعمرات ناشطة لبكتيريا الرعوم في حديقة قرب منزلها. علينا أن نكون طبيعيين، لا يمكننا تغيير شيء. يريد الأطفال أن يخرجوا ويلعبوا، وسيصابون بالجروح والخدوش والكدمات، وسيستنشقون الهواء، إنهم يلعبون بالماء بعد أن تمطر. 151.5. في الفصل المطير، على الأطفال ألا يلعبوا بالمياه الطينية وأشياء من هذا القبيل، وعليهم ارتداء الأحذية أو تغطية أقدامهم، وعليهم أن يحرصوا على تنظيف أي جروح أو خدوش يصابون بها، وعليهم الاستحمام حتى لا يدخل المرض إلى أجسامهم. هذه الخطوات الصغيرة تساعد، لكن من الواجب اتخاذ خطوات أكبر. لا يوجد لقاح للرعوم، هناك مضاد حيوي وعلاج، لكن هناك أمل لإنتاج لقاح في الأفق. وفي دراسة جرت على مدى 5 سنوات، اكتشف فريق عالمي برئاسة الكلية الإمبراطورية في لندن بروتيناً يطلق استجابة مناعية ضد الرعوم، ما قربهم خطوة أخرى من اللقاح. تطوير لقاح أمر صعب دائماً، لكنك عندما تفكر بالأمر فسترى أن هذا المرض أو الكائن الحي يلقح الناس طوال الوقت. إنه موجود حولهم، الكائن الحي موجود، وهم يتعرضون لكائن حي وليس فقط للقاح، لكنهم يتعرضون له طوال الوقت، وتطور أجسامهم أجساماً مضادة، وتطور ما يسمى بخلايا تي، وبهذا لا يصابون بالمرض. رغم ذلك، قاد تقدم التكنولوجي الخبراء في جامعة أكستر لإنتاج لقاح يمكن أن يساعد البشر في الحصول على حماية من المرض.
يمكنني تخيل استخدام اللقاحات في حال وجود خطورة من استخدام بكتيريا الرعوم كسلاح ضد الجيوش، بحيث يمكن تلقيحهم باللقاح، لكن من يحصلون على اللقاح من المصابين بالسكري والمنشطات والمدمنين على الكحول ومن يعانون من أمراض الكبد لن يستفيدوا كثيراً منه، وستكون هناك مشكلة دائماً في تطبيق الحماية المناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في نظام المناعة. بعكس لقاحات الرعوم الأخرى التي تم اختبارها مسبقاً، بعض البروتينات في اللقاح الجديد تعزز الاستجابة المناعية وتوفر حماية إضافية ضد الأمراض المزمنة. هذا يعني أن هناك أملاً لمن يعانون من عوامل خطورة انخفاض المناعة، لكن ما زال الطريق طويلاً. فقد تم إجراء الاختبارات هذه على الفئران فقط، لكن التجارب السريرية على البشر لم تبدأ بعد. للعلماء المهتمين والخبراء الطبيين الذين يحاربون الرعوم كل يوم، الأهداف أسهل بكثير. لقد أدركت أنه لتقليل نسبة وفيات الرعوم في الدول النامية، أفضل طريقة وأرخصها على الإطلاق هي منعه منذ البداية. لذا سيكون بحثي عن 9000 مصاب بالسكري ممن أصيبوا بالرعوم من قبل، وأريد أن أثبت أن تعليمهم وإقناعهم بتغيير سلوكهم يمكن أن يقلل من إصابات الرعوم. هناك جيل جديد من الأطباء المتحمسين جداً لرؤية هذه الأمراض هنا. إنهم يرون بعض مرضى الرعوم ويعودون للعمل في المستشفيات الجنوبية، وأصبحوا مستشارين وخبراء، وأخذوا معهم كل ما تعلموه هنا عن كيفية علاج الرعوم وأشياء أخرى، وهذا مثير جداً. آمل أن يمر عام دون وفيات، سيكون عاماً رائعاً وجيداً جداً، وأمل أن يستمر البحث، لأننا بدون بحث لن نتمكن من معرفة كيف يتطور الرعوم هنا.